سوبر اكسبريس. مساء النور، مرحبا بكم في سوبر اكسبريس. النجم الرياضي الساحلي على بعد نقطة واحدة من التتويج بالبطولة بعد انتصار اليوم على النادي الافريقي في الجولة 12 من البلاي اوف بنتيجة زوز اهداف مقابل صفر. اهداف وسام عبيد من ضرب الجزاء في الدقيقة 45، وياسين شماخي في الدقيقة 62، وحمدي العبيدي كان ضيع ضرب الجزاء للنادي الافريقي في الدقيقة 90+3. انتصار يخلي النجم يرفع رصيده ل 30 نقطة وتعادل في واحدة من زوز مقابلات المتبقية يخليه يتوج رسميا بالبطولة. محمد علي نفخة المدرب المساعد في النجم الرياضي الساحلي تحدث على انتصار وانتصار فريقه اليوم في ميكرو مراسلنا نجيب المجرسي. اليوم نقول الحمد لله 3 points، الحمد لله كانوا 3 points ميريتي. الماتش انا جيري الماتش كوم يلفو، عرفنا اللي ماهوش باش يكون ماتش سهل، معنا هذا مباراة كما نقولوا احنا بالنسبة لنا احنا كانت مباراة كبيرة وكنا محضرين روحنا كوم يلفو. بالنسبة للنادي الافريقي كانت مباراة نقولوا اللي باش يرجع فيها في الكورسة. الحمد لله معنا على أرضية ميداننا اليوم ما ساوناش في 3 points، مالغري الإصابات والغيابات، لكن كما قلت قبل ونعاودها راهو السناء خدمنا على الجروب، ما خدمناش على الانديفيدواليتي، خدمنا على الجروب أنه كيف يغيب واحد ولا اثنين نحاولوا ما نتأثروش ونحاولوا نخدموا بالموجود، وعمرنا ما تذمرنا لا من نسق المباريات لا من الإصابات لا من حد شيء، معروف هذا في الكورة. وبالنسبة لنا احنا رايفين على الخدمة بتاعنا الحمد لله، مازال ما عملنا شيء لكن نقول الحمد لله في الثنية صحيح. نواصل مع مباراة النجم والإفريقي واللي بعد نهايتها المدرب المساعد للنجم سيف غزال اعتذر لكل مكونات النادي الإفريقي. نسمعوا الأسباب والاعتذار من عنده. الأسبوع اللي فات وقت اللي تكلمت قلت شفت النادي الإفريقي معناها كيفاش خذت 3 points تاعها. الحاجة الوحيدة اللي قصدتها كونه احنا عملنا 90 دقيقة، خلينا تعبوا برشا تعب. النادي الإفريقي عملت 20 مينوت ولا معناها ماناش كيف هما ما تعبوش أكثر منا، ما قصدت حتى شيء. نطلب اسماح من خويا سعيد السيبي، وكلمت قبل الماتش، كلمت حتى رئيس النادي وستاف كامل متاع النادي الإفريقي، ما نقصد حتى شيء. نحكي كفنيا كونه هما ما عملوش 90 دقيقة كيفنا احنا، لا أكثر لا أقل. نطلب اسماح مرة أخرى من مكونات النادي الإفريقي. الترجي الرياضي التونسي رجع للمرتبة الثانية وخلى مصيره ما بين يديه في ترشح رابطة الأبطال بعد الانتصار على النادي الصفاقسي 1-0. هدف المقابلة الوحيد سجله غيث الوهابي في الدقيقة 26 بعد كرة راجعة بالغلط من حارس سيس أي من دحمان، مقابل خسر فيها الترجي خدمات معتز الزدام اللي في الجولة القادمة في الديربي بعد حصوله على الإنذار الثالث في المقابلة متاع اليوم. انتصار الترجي تحدث عليه المدرب المساعد في الفريق مجدي التراوي. كنا عارفين بعد الهزائم اللي عملها CSS باش تكون فما ردة فعل، كيف الاختيار نتاع المدرب كانوا يلعب 3 معناها في المحور، يلعب الدفاع ويسكر معناها المنافذ بالنسبة لنا احنا والحلول الهجومية. دونك الشيء هذا كله قايمين بحسابه، وحكينا مع اللاعبين على معناها الطرق كيفاش نجموا نتعداو، معناها خاصة نعرفوا اللي فما على مستوى التوزيعات فما خلل كبير في الدفاع معناها في المركاج. دونك خدمنا على الشيء هذا والحمد لله معناها ربي وفقنا. واهم شيء اليوم نشوفوا معناها 5 و6 و7 لاعبين معناها شبان تاع الترجي قاعدين يلعبوا وقاعدين يلعبوا اساسيين وقاعدين يطوروا المباريات الاخرى. دونك الشيء هذا ربحناه. الترتيب قبل جولتين من نهاية البلاي اوف: النجم الساحلي 30 نقطة في الصدارة، ترجي ثاني 24 نقطة، النادي الافريقي ثالث 23 نقطة، الاتحاد المنصيري رابع 22 نقطة، اتحاد بن قردين خامس 20 نقطة، المرتبة السادسة الاولمبي البيجي 16 نقطة، المرتبة السابعة CSS 14 نقطة، والمرتبة الثامنة الاتحاد تطاوين ب 4 points. كما قلت نقطة تفصل النجم على التتويج بالبطولة. الترجي مصيره بين يديه بخصوص المركز الثاني. الافريقي ينتصر في زوز مقابلات المتبقية يضمن مشاركة في رابط الأبطال، والاتحاد المنصيري واتحاد بن قردين ما زالوا معنيين بالمشاركة الإفريقية لكن مصيرهم ماهوش بين ايديهم بنسبة 100%. بالنسبة لبرنامج الجولة القادمة، الجولة السادسة بنهار الاثنين بعد غدوة في 15 أكتوبر في بنزرت أولمبي البيجي الاتحاد المنستيري، نهار الثلاث ديربي العاصمة ترجي النادي الإفريقي في صفاقس النادي الصفاقسي اتحاد تطاوين، وفي بن قردين اتحاد بن قردين ضد النجم الرياضي الساحلي. الجولة الأخيرة من البطولة نهار الجمعة 30 جوان من كل مقابلات 4:30. كيف الجولة السادسة الإفريقي ضد اتحاد بن قردين، النجم الساحلي ضد الأولمبي البيجي، الاتحاد المنستيري ضد النادي الصفاقسي، واتحاد تطاوين ضد الترجي الرياضي التونسي.
غدوة يبدأ بيعان تذاكر الديربي ما بين الترجي والنادي الافريقي. التذاكر تتباع في البارك بي وفي الشبابيك المنزه لحد الاثنين من 9 إلى 5 نتاع العشية، والأسواق 20, 30, 45, و60 دينار بالنسبة للفيراج مخصص للمشتركين. لهير مدير الاتحاد التطاوين عبرت في بلاغ على عدم رغبتها في مواصلة المهمة بسبب الوضع المالي الصعيب، وغدوة اجتماع مع الأحباء. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فام بونات. نخليكم مع دينو زياد في جلسة فام.